ناقش النائب الأول لمحافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب مع قائم مقام قضاء بلد وكالة ومديري الدوائر سبل تطوير عملها بما يوفر الخدمات لأهالي القضاء. وبهذا الصدد أكد الهلوب في تصريح لقناة صلاح الدين أن حكومة المحافظة جادة في إنجاز وتأهيل المشاريع الحيوية في القضاء. باشرنا قائم مقامية قضاء بلد من موقع عدنا كقائم مقام بالوكالة لحين اختيار قائم مقام جديد لقضاء بلد وفق آلية قانونية معتمدة. باعتقادي أنه كأولوية اليوم في هذا القضاء يجب أن تكون الخدمات هي الأولوية الأولى بالنسبة لنا نحن كإدارة محافظة أو حتى القائم مقام الذي سوف يأتي عن قريب جدا إلى هذه المدينة. كانت لنا جولات قبيل يعني مباشرتنا بالقائم مقامية في مركز القضاء وجولات في كثير من الأحياء والتي تعاني حقيقة من نقص كبير بالخدمات. هناك لدينا الكثير من المشاريع متوقفة، أهم هذه المشاريع هو مشروع المجاري والذي يجب علينا أن نعمل سوية وأن نطرق يعني أبواب العاصمة بغداد من أجل الحصول على التخصيصات اللازمة لإكمال هذا المشروع. وسوف تكون هناك إن شاء الله خطوات يعني بالتعاون مع ممثلين قضاء بلد في مجلس النواب ومدراء الدوائر المهمين، وأيضا بالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة من أجل توفير هذه التخصيصات وإكمال المشاريع إن شاء الله خلال الفترة القادمة.